عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، سعداء بلقائنا معكم من جديد على هذه البوابة الإلكترونية. ستجدون على هذه القناة العديد من المقالات والدروس والملخصات في مادة الفلسفة، والتي قد تكون في حاجة إليها. كما أننا هنا اليوم من أجل أن نخبركم بأننا سنتطرق في فيديو لاحق إلى مقالة العادة والإرادة، لذلك أدعوكم إلى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بكل المقالات الفلسفية وبكل الدروس والملخصات، وحتى تتوصلوا بإشعارات كل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. وإذا كنتم في حاجة إلى مقالة ما، يمكنكم أن تتركوا ذلك في تعليق على هذا الفيديو، وبالتالي سنعمل على توفير هذه المقالة في أقرب وقت ممكن. وإلى هنا أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى أن تجدوا بقناتنا كل ما أنتم في حاجة إليه من دروس ومقالات وملخصات في مادة الفلسفة. ولا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك بقناتنا وأن تفعلوا زر الجرس حتى تتوصلوا بكل إشعارات الفيديوهات الجديدة على هذه القناة التي تهتم بالدروس والمقالات في مادة الفلسفة، وكذا الملخصات الخاصة بدروس مادة الفلسفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.